كيفك بالمهرجانات؟ منيح كثير. منيح؟ يلا عظيم. ريدي؟ ريدي. 60 ثانية يا سالم. توب، أي نجم عالمي استضافته مهرجانات الأرز هالسنة؟ أندري بوتشيلي. صح، غير إهدينيات، بأي مهرجانات أحيا كاظم الساهر 3 حفلات؟ بيت الدين. صح، بأي مهرجان طلت سيدة ماجدة الرومي بصيف 2019؟ الأرز. غلط جوني، كم حفلة ألغيت من برنامج مهرجانات جبال هالصيف؟ التنتين. صح، أي حفلة أثارت الجدل بسبب عدم عزف النشيد الوطني اللبناني؟ بعلبك مرسال خليفة. صح، بأي بلدة بيصير المهرجان الأكبر بقضاء عكار؟ قبيات. صح، مين رئيسة مهرجانات القبيات؟ مرته لهادي حباش. صح، سنتي حباش. أي بلدة بقضاء بعبدة معروفة بمهرجان الكرز؟ الكرز بعبدة. حمينا، شو كان شعار مهرجانات صيف جوني اللي بتنظمها البلدية واستمر شهر؟ عيش جوني. بنص جوني أي مدينة لبنانية بتستضيف مهرجان الكرمة؟ الذوق. مهرجان الكرمة. الكرمة بزحلة. صح، شو كان عنوان السهرة الكوميدية ضمن مهرجانات الأرز الدولية؟ الكوميديان. ايه كوميديا كان مهرجان. نعم. كان في حفلة زكرا. كوميدية. باس. باس. اي مهرجان لبناني افتتحه الرئيس؟ خلص الوقت. 7 علامات، 7 علامات، برافو.